إمكانياتنا في صناعة الأدوات الصحية هي مساهمة في تعزيز اقتصاد المملكة وتسهيلا على المشتري الحصول على منتجات عالية الجودة، كما أن اهتمامنا باستثمار المشتري يجعلنا نركز على استخدام المواد المطابقة للمعايير العالمية المستخرجة من أرضنا الطيبة. تدخل المواد الخام القادمة من مناجمنا إلى منطقة المواد الأولية في مصانع الشركة، حيث يتم طحنها وتضاف إليها المواد الخاصة حسب نوعية المنتج. تستكمل المواد دورتها في خطوط الإنتاج لتبدأ مرحلة الصب وتشكيل القوالب المختلفة. تعمل خطوط الإنتاج بشكل آلي بالكامل وبنوعية الضغط العالي والمنخفض، ويعمل كل خط إنتاج بشكل منفرد، ما يمكننا من تصنيع منتجات متنوعة في ذات الوقت، حيث ننتج سنوياً أكثر من 3 ملايين قطعة صحية وفق أعلى معايير الجودة. تنتقل المنتجات بعد ذلك إلى مرحلة التجفيف الأولي عبر عربات النقل الآلية، حيث يتم تجفيفها في درجات حرارة منخفضة، ويتم بعدها فحص المنتجات مرة أخرى من مهندسين مختصين في الإنتاج والجودة. بعد ذلك تنتقل القطع إلى مرحلة رش الطلاء الخارجي باستخدام الروبوت الآلي لنضمن تغطية جسم القطع بشكل كامل وبجودة عالية. بعد ذلك يصبح المنتج جاهزاً للدخول إلى الفرن الحراري، حيث يبقى فيه حسب نوعية المنتج لمدة تتراوح بين 18 إلى 34 ساعة في درجة حرارة تصل إلى أكثر من 1200 درجة مئوية، حيث أن درجات الحرارة العالية تمنح الأدوات الصحية قوتها وصلابتها وترفع من قدرة تحملها وجودتها. تخرج المنتجات من خطوط الإنتاج الآلية لتدخل مرحلة الفحص النهائي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، ثم ترسل إلى منطقة التغليف. بعدها يتم تخزينها في مستودعاتنا استعداداً لشحنها لعملائنا داخل وخارج المملكة. هكذا يصبح المنتج جاهزاً تماماً ليحقق رغباتكم وفق أعلى معايير الجودة العالمية وبأيدي وطنية سعودية.